الكبد عضو مختلف شوية بخصوص الأوعية الدموية والإمداد الدموي، لأنه ليه مصدرين بيمدوه بالدم. بيستقبل الكبد الدم الشرياني اللي هو بنسبة 20-25% من الكومن هيباتيك أرتري، وبيستقبل دم وريدي غني بالعناصر الغذائية بنسبة 75-80% من البورتال فين. خلصنا البورتال فين في البورتال هيباتيك سيستم، نيجي بعد كده للكومن هيباتيك أرتري. الكومن هيباتيك أرتري هو فرع واحد من الثلاث أفرع اللي بيخرجوا من السيلياك ترانك. فبعد ما يخرج الكومن هيباتيك أرتري بيتجه لليمين ناحية الكبد، ويتفرع لفرعين، بروبر هيباتيك أرتري وجاسترو ديودينال أرتري، بالظبط فوق الديودينم اللي هو الاثنى عشر. البروبر هيباتيك أرتري قبل ما يدخل للكبد من خلال البورتا هيباتيز بينقسم إلى رايت هيباتيك أرتري وليفت هيباتيك أرتري، واللي بيستمروا بعد كده في التفرعات والانقسامات علشان يغذوا فصوص وأقسام الكبد. الرايت هيباتيك أرتري أكبر من الليفت وبيغذي معظم الفص الأيمن للكبد، والليفت هيباتيك أرتري بيغذي الكوديت والكوادريت والميديال واللاترال سيجمنتس أوف ذا ليفت لوب أوف ذا ليفر. فاضل كده تصريف الوريد للكبد، واللي بيتم عن طريق انترلوبر اند انترسيجمنتال هيباتيك فيسلز، اوعيه دمويه بالتحديد اوردة صغيره بين فصوص واقسام الكبد بيتحدوا مع بعض علشان يكونوا الاوردة الرئيسيه الثلاثه، واللي بينقل الدم مباشره بعد كده الى الانفيريور فينا كافا، ومكان اتصالهم بيه بالظبط تحت الحجاب الحاجز. الرايت هيباتيك فين هو اكبر وريد فيهم، وبيعمل درينج للقسم الخامس والسادس والسابع، والميدل هيباتيك فين بيعمل درينج للقسم الرابع والخامس والثامن، واصغر وريد وهو الليفت هيباتيك فين بيعمل درينج للقسم الثاني والثالث. القسم الاول بيعمل تصريف مباشره للانفيريور فينا كافا عن طريق اورده كبديه صغيره. عاده الليفت والميدل هيباتيك فينز بيتحدوا مع بعض ويكونوا كومن ترانك قبل دخولهم الى الانفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا بيقع داخل جروف على السطح الخلفي للكبد، وبينتقل من تجويف البطن الى تجويف الصدر خلال ممر اسمه كافال هايتس، وبعد كده يدخل الى اللوزين الايمن في القلب.